سلام، فيديو جديد من فيديوهات رفروف فارت تشانل بيطلع عليكم مثل ما وعدنا اصدقائنا الكشفيين بالفيديو السابق. اليوم هالفقره رح تكون مخصصه لهم، شعار الكشاف. رح نتعلم سوا كيف نرسمه. كل اللي بحاجه له، انا بحاجه لورقه بيضاء، بحاجه لقلم رصاص وقلم موف. المتعارف عليه عالميا انه الكشاف يعني اللون الموف. ف بعد ما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الرسم. من تلت الأسفل للورقة بعمل شكل بيضاوي، شكل بيضاوي تحته، وشكل بيضاوي بالأسفل. هلأ برسم خط منحني، كمان خط منحني، برجع لهيدا الخط الموازي كمان برسم خط منحني، وبرسم خط منحني باتجاه المعاكس وخط منحني للأسفل. نفس الطريقة بعيدة ولكن كمرآة. خط منحني، كلها الزهرة على فكرة كلها خطوط منحنية، يعني أنا ما حأرسم غير الخطوط المنحنية. وهاي اخر خط من الاسفل رسمته. هلا بدنا نرسم وسط الزهره اللي هو عباره كمان عن خط منحني وخط بالاعلى، بيلتقوا بالنقطه اللي بالوسط. من الطرف رح ارسم نجمه خماسيه، نفس الميلة كمان برسم نجمة خماسية. هلأ خط منحني وكمان خط منحني بالوسط، رح ارسم خط عمودي، خط منحني، خط منحني آخر، وبكمله للأسفل بهالشكل هيدا. هلأ نهاية رسمتي بالأعلى صارت، كمان نرسم خط منحني. هيك أنا رسمت زهرة اللوتس شعار الكشاف. هلأ بقلم الموف رح حدد الخطوط اللي أنا رسمتها، هيدا الشكل. و باقي الرسمة كمان نحددها بهالشكل هيدا. النجوم بدي لونهم كلهم باللون البنفسجي، والخطوة الأخيرة وهيك صار عندي زهرة اللوتس. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة، جربوها. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب اذا عم يعجبوكم فيديوهاتنا، والى اللقاء قريب جدا ان شاء الله بفيديو جديد بفكرة جديدة من فيديوهات رفروف ارت تشانل. باي.